ايه ومهر ايه يا خالد؟ انت مستعجل كده ليه؟ انت ناسي انك لسه في ثانويه عامه؟ وهتفرق ايه بس يا بابا؟ احنا مش خلاص قرينا الفاتحه والحمد لله؟ ايه المانع دلوقتي ان احنا نجيب الشبكه ونلبس دبل ونبتدي نتكلم في المهر؟ يا سلام بالبساطه دي. وليه لا؟ في ايه يا طلبه؟ مالك صوتك عالي ليه؟ تعالي احضرينا يا كريم وشوفي طلبات ابنك العجيبه دي. والله انا مش عارف ايه العجيب في اللي انا بطلبه ده. سروميو مش مكفيه قرايه فتحته على حبيبه القلب، لا ده عايز يجيب دبل وشبكه ويتكلم في المهر كمان بالسرعه دي يا ابني. ها قلتش حاجه انا؟ يا جماعه انا على فكره مش فاهمكم خالص، احنا مش خلاص قرينا الفاتحه؟ ايه المشكله دلوقتي اننا نجيب الشبكه؟ مشكلتها انها محتاجه اتفاقيات وفلوس وحفلات وتضييع وقت تاني، والعمليه مش مستحمله، السنه بتخلص وسروميو حبيبه قلبه ما عندهمش وقت يذاكروا ولا يركزوا. والفلوس اللي معانا مع ارباح المحل دخلنا بيهم شركه عشان نشتري وكاله موريس، والراجل اتقبض عليه وما احناش عارفين مصير الفلوس دي هيبقى ايه. يبقى هجيب منين فلوس للشبكه واتكلم بقلب جامد على المهر؟ يا اخي اكبر بقى وحاول تفهم وتقدر. يا ريتك طلحت لاخوك. اخويا اخويا انتوا ايه؟ ما عدتوش شايفين في الدنيا كلها غير عمرو بس، حتى وهو مش هنا. يا ناس افتكروا ان عندكم ولد تاني، ولد عايش معاكم جنبكم محتاج لحبكم وحنيتكم وثقتكم كمان، ولد بيتقطع في كل لحظه عشان بتقربوا كل اكبر منه. ولد اسمه خالد ما اسموش عمرو، سامعني كويس؟ ما اسموش عمرو. الظاهر احنا غلطنا يا كريم. طبعا غلطت وغلطه كبيره قوي كمان، انا نبهت عليك اكتر من مره ما تدخلش عزه في حركاتك الواطيه دي. طب ونعمل بقى ايه اذا كانت الست مها ما بتخرجش من غير عزه؟ سيبهم الاثنين في حالهم، ولا لك دعوه ولا بمها ولا بعزه. لا 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 لا، بقول لك يا ابو عصام ده بقى مش من حقك، عزه خطيبتك على عيني وراسي، انت حر معاها، انما مها لا لا لا. مها خطيبه عزه اصحابي ومن حقي ادافع عنها وعنه. بس ده قلبها وهي حره فيه. قلبها مع عمرو. ده كلامكم انتوا. وشعورها هي كمان. لا بقى يا سيدي، مسألة شعورها دي حاجة تخصها هي، محدش يتدخل فيها. وليد أنا بحذرك. وأنا كمان بحذرك يا عصام، ما تتدخلش في مشاعر حد. يا أخي كل واحد حر. آخرتها مش هتبقى كويسة. آخرتها هتبقى فل إن شاء الله. وخصوصا مع التكتيك الجديد. يعني إيه مش عارفين تلاقوها؟ الجورنال مش ممكن ينزل من غير المقال بتاع هايدي. ده بقى مقال رئيسي. كده التوزيع هيقل. دوروا لي عليها، لازم تجيبوها لي من تحت الارض، مفهوم؟ كنت عارف ان حنيكي هنا. لو كان حد غيرك ما كنتش فتحت له غازك. هايدي انا اسف. على ايه؟ ما كانش المفروض اقول لك. بالعكس انت كان لازم تقول لي يا ايزاك، انا كان لازم اعرف. وعرفتي؟ بس ما فهمتش. انا مش قادره افهم ابدا هي ليه تخلت عني؟ ليه انكرت امومتها؟ هي ليه حرمتني من حبها؟ ليه؟ ما تتسرعيش في مشاعرك هايدي. اتسرع؟ بعد 22 سنة حرمان من أمي الحقيقية بتقولي ما تتسرعيش؟ كبرت فردة عمرها ما سابتك لوحدك، كانت دايما جنبك هايدي. بس من بعيد، من غير ما تقول إنها أمي أو تاخدني في حضنها مرة واحدة بس. عمرك ما اديتيها فرصة لكده. ولا هي حاولت. هايدي حاولي تشوفي الصورة بشكل محايد. كبرت فردة كانت بتحب الجنرال وهي أصغر منك بخمس سنين، كان ضابط صغير وسيم طموح، انبهرت بيه قبل ما تفوق من الانبهار ده، كانت حامل فيكي. بس كان المفروض يتجوزوا. كانت صغيره مش قد المسؤوليه، كانت طموحاتها اكبر من سنها بكتير هايدي، عشان كده هربت. انت شايف ان ده عذر؟ في الفتره دي كان عذر منطقي، وبعد ما استقرت وبقت عضو كنيست كان الاعتراف بالامر كافي انه يدمر مستقبلها كله. انت لسه بتدور لها على عذر يا ايزاك؟ اظن هايدي بعد ما عرفتي هتوقفي الحمله ضدها. بالعكس. معلش يا ازهر اتاخرت عليك، انا اسف. مش مشكله، اهو هو ده موسى. انت موسى زكي رافع؟ ايوه يا عصام يا ابني. لا لسه ما رجعش طبعا، قلقان، كلنا قلقانين، عينينا ما شافتش النوم طول الليل. لا 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 يا ابني ما تقلقش نفسك انت. ما يقلقش نفسه ازاي يا بابا؟ الو اي عصام، تعالى دلوقتي حالا، تعالى دور معانا على خالد، انا قلقان عليه قوي. عصام تعالى انا محتاجه لك. يا بنتي مش كده مش كده. الله
الو الو قفل السكه. يبقى زمانه جاي. لا انا مش هستنى، مش هستنى لحد ما يجي. انا قلبي بيتقطع كل ثانيه على ابني. لا انا هنزل ادور عليه في اي حته. انزلي تروحي فين بس؟ في كل حته، في اللسان والمستشفيات. مستشفيات؟ استر يا رب استر. طب بس ايه يا كريمه، ما تعمليش في نفسك كده. انا هلبس وانزل ادور عليه بنفسي. استنى يا بابا، اما عصام يجي. انا مش هستنى حد. لما يجي عصام يدور في حته تانيه. ده يمكن خالد. ده منزل خالد محمد طلبه؟ يعني انتوا من الوكالة اليهودية؟ ايوه. والاخ يوسف عزقيان بعت لنا من مصر ووصانا عليك. في الخير. بتحب تسافر امتى اسرائيل؟ اسرائيل؟ واسافر ليه؟ هذا امر طبيعي. انت يهودي. واسرائيل هي ارض الميعاد لكل اليهود بالعالم. مش بالضرورة يا راجل. لا بالضرورة يسافر. ايوه ايوه بس بدأت استقر هنا. الاستقرار الحقيقي هنيك مو هون. الاستقرار في اي حتة يا اخينا. عموما انا محتاج فرصة افكر. تفكر في ايه؟ اسرائيل وطن كل يهودي. برضو محتاج فرصة افكر. خلاص خلاص. على العموم هاي كرتنا. ولما بتاخد قرارك النهائي ابقى اتصل فينا. سلام. موسى اوعى تصدق كلامه. هو انا قدامك يهودي مبسوط ومستقر هنا قوي. شوف الزباين احسن. ايه اللي حصل يا حضرة الظابط؟ ابني متهم بايه؟ ابنك زبطوط الدورية امبارح وهو بيفتح محل قطع غيار بعد نص الليل. صحيح الكلام ده يا خالد؟ ايوه بس ده محلنا. وكنت بتفتحه متأخر ليه؟ كنت بدور على حتة بات فيها. للدرجة دي؟ يعني محل قطع الغيار ده محلكم فعلا؟ ايوه محلنا. هو الحقيقة قال لنا كده بس ما كانش معاه أي حاجة تثبت كلامه، علشان كده الدورية جابته على هنا. احنا آسفين يا سيادة اللواء. بالعكس يا ابني، ده احنا اللي آسفين. العفو سيادتك، بس بعد إذنك يعني هناخد كلمتين من حضرتك مع أي حاجة تثبت أحقيته في فتح المحل، وبعد كده هنقفل المحضر على طول. حاضر يا ابني اللي تشوفه. هنقفل المحضر وهنفتح صفحة جديدة إن شاء الله. هو ده المفروض إنك تهاجر على إسرائيل. ما أنا ما قلتش لا. هو ما قلتش آه حسب ما حكالي عزرا. كل اللي أنا محتاجه شوية وقت أفكر فيه. ودي حاجة عايزة تفكير؟ وأنت راضي يعني بشغلانة دي؟ هو ده المستقبل اللي أنت بتحلم بيه؟ سيب موسى بحاله كابتن صدوق. هو أنا يعني مكتفه؟ أنا بس بفهمه اللي هو مش فاهمه. لا هو فاهم كل حاجة ومرتاح هنا في شغله قوي جدا، وأنا هزود له مرتبه الأسبوعي 30 درهمة ومن النهاردة. يا رب. وقفت ليه؟ لا ما في شيء، بس كنت حابب أسألك سؤال. اسأل. موسى انت ليش رافض تهاجر على اسرائيل؟ مش رافض يا رب، بس مش متحمس. غريبة، كنت مفكر انه كلكم بتحلموا بهذا الشيء. لا مش كلنا، يعني عمتي اللي انا حكيت لك عنها استر عمرها ما فكرت تهاجر اسرائيل ولا تخرج برا مصر حتى. الحقيقه اللي عم تقوله عكس كل اللي كنت فاهمانه. وانا كمان. طيب وإلينا؟ مالها؟ مو هي كمان من اسباب عدم هجرتك؟ اشمعنى بقى؟ يعني كلنا بنعرف انها بتحبك. إلينا بنت حلال، بس الحقيقه انا بحب واحده تانية خالص. عن جد؟ طيب وإلينا شو حتعمل معها؟ ما عملش حاجة. كدابة. انت فاكراني عبيطة؟ انا شفتك امبارح وانت رايحة على الأوضة بتاعته وكان شكلك. وما دامك شفتيني وانا رايحة ما شفتينيش ليه وانا راجعة؟ انت عارفة انا ما بقدرش على السهر. ما كانتش محتاجة سهر ولا حاجة، انا رجعت بعد 5 دقايق على طول. ليه؟ لانه قفل باب الأوضة بالمفتاح من جوا. معقولة؟ هو مش زي الباقيين. محترم. لا غبي.
بس انا مش حسيبه غير لما يجي زي غيره. انا ما حدش يقول لي لا. انا نفسي اعرف اللي بحبها دي شكلها ايه. برضه بتكتبي جواب لعمر؟ ايوه ماما. ما زهقتيش من الموضوع ده؟ قصدك ايه؟ قصدي يعني ما زهقتيش من الجوابات اللي بتكتبيها وما بتردش عليها؟ ايه اللي انت بتقوليه ده بس؟ قصدي اقولك يا حبيبتي ان الموضوع باخ وطول ومش باين له اخر. ازاي بس يا ماما؟ طب هو مش لسه كان باعت لي جواب؟ جواب ايه بس يا حبيبتي؟ يا بنتي العمر بيجري والعرسان اللي دلوقتي رايحين جايين علينا بكره هندور عليهم مش هنلاقيهم. خلاص يعني شايفاهم قاعدين لي على الباب؟ لا قاعدين مع ابوكي في الصالون. صراحة يا ابني انا مش عارف اقول لك ايه. طبعا ده شرف كبير انك تيجي لحد بيتنا، لكن الحقيقة الوحيدة يا عمي هي ان انا شاري الانسة مها، شاريها اكتر مما تتخيل، لدرجة ان انا ماليش اي طلبات. بالعكس انا تحت امرها في اي طلب تطلبه، من جنيه لعشرين الف، وعايزها كمان من غير شنطه تدومها. ويا ترى بدبلتها ولا من غير؟ اهلا يا انسه مها. ها ما ردتش عليا يعني بدبلتها ولا من غير؟ انا مش فاهم. انت مش فاهم ولا بتستعبط ولا مش شايف الدبله اللي في ايدي؟ الدبله دي تبقى دبله عمرو، عمرو حبيبي وخطيبي اللي مش ممكن استغنى عنه ابدا. الحقيقه انك عارف ان انا مخطوبه لعمرو واني بحبه، بس عشان انت تاجر ابن تاجر قلت تيجي تفاصل وتعلي وتشتري. ما يا حبيبتي راعي انه ببيتنا. يا دي الكسوف يا ربي. انا اسف يا نسمة، بس الحكاية دي ما خطرتش على بالي ابدا، لان انت اغلى من الواحد يفاصل فيكي او يحاول يشتكي بفلوس. امال جاي تشتريني بايه؟ بقلبي يا نسمة، قلبي. انا اسف يا عمي، يظهر ان انا جيت في وقت مش مناسب. أنا آسف يا طنط، متزعليش مني يا نسمة. أشوف وشكم بخير يا عمي. مع السلامة يا ابني. أنست وشرفت. كده برضو؟ كده برضو يا مها؟ مش نفس. انت لسه زعلان؟ لا ابدا، صعبان عليا نفسي. كل حاجه بعملها في حياتي بيقارنوها بعمر، كل خطوه كل كلمه بقولها. ساعات بحس ان بالنسبه لهم مجرد ظل ملوش كيان ولا شخصية. ما تكبرش الموضوع كده. هي دي الحقيقة يا حسن. ماما وبابا بيحبوا عمرو قوي، وعشان كده عايزين نبقى نسخة طبق الأصل ليه. بس ده ما ينفعش، عشان أنا واحد تاني، واحد ليه أحلامه ومشاعره وطموحاته. ولو كبرت وبقى ليك مشاعر وطموحات، انتوا بس اللي مش واخدين بالكم. كفايه عليكم عمرو. انت بتغير من عمرو يا خالد؟ والله ابدا، ده اخويا مستعد اضحي بروحي عشانه، بس ما اقدرش ابقى هو، والكل لازم يعرف كده. طب بس هدي نفسك، تعالى اتعشى معانا وما تكبرش الموضوع. معلش خليني براحتي. شاب زي ده خسارة ما تستفيدش به إسرائيل. كابتن صادوق، نحن حاولنا كتير مع الرجال بس الواضح إنه مو متحمس. خلوه يتحمس. كابتن صادوق، أنت طلبت مقابلتنا بالضبط. أمشي أشوف. أنا عايز أقول لكم إني مستعد أتعاون معاكم لآخر مدى عشان مصلحة إسرائيل. مصلحة إسرائيل؟ وأنت شو مصلحتك من الشيء كله؟ مصلحتي إسرائيل. شو بتقدر تقدم لإسرائيل؟ كتير. مثل شو؟
أنا من ساعة ما شفت الشاب ده وعرفت كفاءته جمعت معلومات كتير عنه، وعرفت هو متمسك ليه يفضل هنا. لأنه مرتاح ومستقر. خلاص نبوظ الاستقرار ده ونقلب الراحة عذاب. كيف؟ أيكي. أيكي مش كده؟ إلنا إيه حكايتك النهاردة؟ لا حكاية ولا حاجة، أنا مش مرتاحة النهاردة. طب ما لقيتي ليه؟ أوكي أنا أسفة، مش حابة أجي لك تاني. لا شفتي بقى إنك النهاردة في حاجة مش مظبوط؟ أوكي أنا مجنونة، ارتحت؟ لا ما ارتحتش. يبقى أنت حر. المصري مش كده؟ أي مصري؟ موسى اللي جاب لك العقد الفالسو دي. العقد ده أغلى هدية جات لي في حياتي كلها. أغلى هدية؟ والألماز الحقيقي اللي جالك قبل كده ولا حاجة؟ يمكن عشان منك. وده؟ ده من حبيبي. إلنا مو أني حبيب قبلية ولا بعدية؟ انت عارفه انا سمعت منك كلمه حبيبي دي كم مره من يوم ما عرفتك إلنا. إيكي انا حره إلنا مو، بس انا بحبك، بحبك بجد. عارفه إيكي، عارفه. وانتي؟ انا بحب موسى. يا فؤاد مفيش اخبار من اتينا؟ لا لسه. يعني احنا لحد دلوقتي ما نعرفش عمرو وضعه هناك. العمليه دلوقتي يا حسن في منتصف الطريق. لا ممكن نتابع عمرو في اتينا عن طريق مندوب لينا هناك، لكن مش ممكن نتابعه مباشره لما يتنقل لمرحله التوطين المباشره في اسرائيل. ولما يتنقل للمرحله دي لازم يكون تحت اشراف عين من عيوننا هناك. المرحله دي هنسيب له حريه الحركه، يتصرف زي اي شاب يهودي ساب مصر وسافر بره يدور على رزقه. ايوه فؤاد، بس احنا لازم نعرف هو وصل ليه. اهم ما في المرحله دي هو سفره لاسرائيل. ساعتها حسن وعارف كويس قوي هيعمل ايه. طب بعدين يا رجل، انا كنت قاعد في السينما زي طول الوقت برسيب ومش فاهم ولا كلمه. لسه موسى، اللغه هتاخد منك وقت كتير. طب وبعدين؟ تعرف شو احسن طريقه بتتعلم فيها اللغه؟ ايه؟ بتصاحب بنت يونانيه. لا 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 لا، انا ماليش في السكه دي، انا واحده واحده هتعلم. اهلا اهلا كريم موسى، واضح انك مبسوط كتير النهارده. الحقيقه هاتينا حلوه جدا بدل ما نشوف. انت احلى كريم موسى. انا عارف النهارده فيه ميعاد دفع. عارف. ايه ده؟ ده خصم كريم موسى. انت زبون ممتاز وانا عملت لك خصم على سعر الاولى، وهعمل لك كمان واحد شاي من اللي انت بتحبه على حساب بنسيون. انت فاهم حاجه؟ انا مش فاهمه حاجه. انت النهارده غريب قوي. ايه اللي مش فاهماه؟ انا كلامي واضح قوي. ده متهيألك بس. خلاص أقول من الأول. يا ريت. واضح إننا تسرعنا. تسرعنا في إيه بالظبط؟ في قراية الفتح. أنت ندمت إنك ارتبطت بيا؟ أبدا يا ولد. أمال إيه يا خالد؟ في إيه يا خالد؟ لسه صغيرين قوي على اننا نرتبط. ليه دلوقتي تقول كده؟ لما نقول دلوقتي احسن ما نقول بعدين. اللي انت بتتكلم بجد؟ الحاجات دي ما فيهاش هزار يا ألفت. يعني ايه؟ اكتشفت فجأة كده انك ما بتحبنيش؟ اوعي تقولي كده يا ألفت. انت عارفة اني عمري ما حبيت ولا احب حد قدك. امال ايه؟ مفيش في دي حاجة اعملها. الدنيا كلها ضد ارتباطنا. عيلتك وعيلتي، حتى اصحابك واصحابي. كلهم شايفين ان ده لعب عيال. احنا مالنا ومالهم؟ بدل ما احنا مقتنعين ان احنا بنحب بعض ملناش دعوه بيهم. بس احنا برضه محتاجين لهم يا ألفت. نبقى نستحمل ونصبر لغايه ما نبقاش محتاجين لحد. ما ينفعش يا ألفت، ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ عشان ما ينفعش. انا اسف يا ألفت.